استضافت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم أعمال القمة أو اللقاء التشاوري 18 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية المشتركة مع دول آسيا الوسطى. جاء اللقاء التشاوري في إطار تعزيز مسيرة العمل المشترك بجوانبه السياسية الاقتصادية والأمنية، فيما تعتمد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى خطة العمل المشترك كنموذج جديد للتعاون الاستراتيجي. عروس البحر الأحمر، مدينة جدة السعودية تستضيف في رحابها القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المعروفة بمجموعة سي فايف الأولى ذات منحى اقتصادي لأهمية تلك الدول الجيوستراتيجية، خاصة في ظل تشابه تلك الدول مع دول الخليج في مصادر الطاقة، حيث يمكن تبادل الخبرات والاستثمارات في هذا المجال. القمة الخليجية مع قادة دول آسيا الوسطى أوزبكستان وكازاخستان وقرغستان وطاجكستان وتركمستان تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى وتأسيس شراكة قوية معها. وقد تضمنت خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى الحوار السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز التواصل بين الشعوب وإقامة شراكات فاعلة بين قطاعات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، فضلا عن اعتماد مخرجات المنتدى الاقتصادي الأول بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد في مدينة استانا في كازاخستان في يونيو 2023. وتأتي القمة الخليجية الأولى مع دول آسيا الوسطى في أعقاب القمة الخليجية التشاورية 18 لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يبحث في إطار تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور والتكامل الخليجي المشترك في مختلف المجالات في سياق التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. أستاذ أهلا بكم لتحليل أبعاد ونتائج القمتين في جدة. ينضم إلينا بالاستوديو المحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. مساك الله بالخير دكتور، والساعة المباركة. مساكم الله بالنور، يا مرحبا فيك. نعم دكتور، يعني هناك رهانات في هذه القمة التشاورية، فما هي تحليلك أو المعطيات الإيجابية في ظل هذه التطورات نشهدها في هذه القمة؟ المعطيات الإيجابية كثيرة، ولكن على رأسها أن وصلنا الآن إلى تأكيد على أهمية منطقة الخليج في العالم ونهوض وقيام تكتلات إقليمية جديدة في العالم تؤكد على انتهاء عهد أو عصر القطبية الواحدة. الولايات المتحدة الأمريكية الآن في تراجع نفوذها العالمي، تراجع المعسكر الغربي في ونفوذه في تراجع كما يبدو في جميع المؤشرات السياسية والاقتصادية والعسكرية. الآن هو جاءت المملكة العربية السعودية لقيادة هذه المرحلة وبتعاون من دول الخليج العربية، وأيضا بتلبية الدعوة وتلبية النداء من قبل الدول في آسيا الوسطى. طبعا الإرث التاريخي للمنطقة أو للمنطقتين أنها كانت ضمن منظومة واحدة، ضمن إمبراطورية واحدة لعدة قرون في منطقة الخليج، وحتى في عصر الإمبراطورية الإسلامية أو عصر الفتوحات. إذن هناك تقارب في تاريخي أو إرث تاريخي مشترك. الأمر الآخر، هناك أيضا تقارب في مستويات العمل المشترك. استمعنا إلى كلمة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تعزيز أو تأكيد على الاتفاق على خطة العمل المشترك بين الأقاليم بين منطقة الخليج العربي وبين منطقة آسيا الوسطى، وهذا يؤكد على مرحلة جديدة من المرحلة جديدة من التعاون أو الدبلوماسية
الأقاليمية بين إقليمين مختلفين، وهذه الأقاليمية نوع جديد من الدبلوماسية المتجددة والحيوية التي يؤكد عليها أيضا أحد الفلاسفة الكبار في الجغرافيا السياسية واللي هو جون ماكندر. جون ماكندر يقول أن من يتحكم في منطقة آسيا الوسطى يتحكم في العالم، وهذه من نظريات الجغرافيا السياسية. نعم دكتور، يعني للمرة 18 قمة خليجية تشاورية، ما تحليلك لهذه الليلة الإيجابية من تطورات ومستجدات؟ تحكمنا الدبلوماسية الاقتصادية حقيقة. الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة مهمة، هذه المنطقة في منطقة آسيا الوسطى تتجاوز الناتج الإجمالي ربع تريليون من الناتج الإجمالي، وأيضا مساحتها 4 ملايين كيلومتر أو تتجاوز 4 ملايين كيلومتر، عدد السكان يتجاوز 70 مليون، نسبة النمو فيها يتجاوز 3% تقريبا، نسبة النمو الاقتصادي. هذا يعزز من أهمية المنطقة، وبالتالي ما هي محاور أو قنوات التواصل والاشتراك بين المنطقتين؟ نحن نمتلك تكنولوجيا في مجال الطاقة، نستطيع أن نمد هذه المنطقة، وأيضا نحتاج إلى الموارد الطبيعية في منطقة آسيا الوسطى مثل الذهب، مثل القطن، مثل اليورانيوم، مثل يعني مستقبليا في المفاعلات النووية السلمية في المنطقة. هذه المنطقة ثرية وغنية بالثروات ولها مستقبل اقتصادي مشرق. طيب دكتور، يعني كيف تحلل يعني تقاطع العلاقات والمصالح المشتركة في يعني مع العلاقات الخليجية الصينية ودول آسيا وروسيا؟ طبعا روسيا لها تأثير ونفوذ على دول آسيا الوسطى، لأن روسيا يعني كانت وريثة الاتحاد السوفيتي، وهذه الجمهوريات استقلت عن الاتحاد السوفيتي، وبالتالي هي عامل أو لاعب أساسي في ممارسة إنجاح أو الفعاليات المختلفة وتحقيق شراكة حقيقية في بين الأقاليم، بين منطقة الخليج وبين منطقة آسيا الوسطى. أيضا منطقة آسيا الوسطى، دول آسيا الوسطى الخمس لا تملك مسطحات مائية مفتوحة. دول الخليج ممكن تملك من خلال مطلة على بحر الخليج ومطلة على البحر الأحمر ومطلة على المحيط الهادي، تستطيع أن توفر مثل هذه الخاصية إذا تم تمديد خطط أو خطوط برية للبضائع والسلع والمنتجات المختلفة. لذلك روسيا ودول آسيا الوسطى ودول الخليج ممكن أن تحقق تكامل يمتد إلى ما يسمى في الأوراسيا. الأوراسيا وهي أيضا من النظريات التي وجدت رواجا في عالم الدبلوماسية وفي مجال العلاقات الدولية في مجال الأكاديمي، ومن هؤلاء الذين يقودون في المجال الأكاديمي هو ألكسندر دوغين الفيلسوف الروسي المؤثر حقيقة على السيد بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية. ماذا بشأن العلاقات الخليجية الصينية؟ الصين طبعا الدبلوماسية الاقتصادية هي الإطار الحقيقي للتعاون بين الصين ودول الخليج، وأكدت القمة الخليجية الصينية أكدت على هذا الاتجاه، والكويت مع دول الخليج تتجه شرقا وتتجه في خططها الاقتصادية نحو الصين منذ 2003 و 2002، والصين أيضا تحرص على مثل هذه العلاقات، ونتمنى أن تنعكس على دولنا وبالذات في مجال خطط التنمية داخل دولنا وعلى رأسها أيضا الكويت. إذن هناك نظرية شراكة لآفاق أوسع مع دول آسيا الوسطى. نعم، إذا اتجهنا إلى الأوراسيا اتجهنا إلى آسيا الوسطى، إذا اتجهنا مع الصين، إذا اتجهنا أيضا مثل ما نلبي مصالح الآخرين أيضا نحن نحتاج إلى تعزيز مصالحنا، وبالتالي تكون خطط الشراكة واقعية وعملية وليست فقط مجرد إنشائية ومجرد أحلام للاقتصاديين يرددونها في مختلف القنوات. نعم، ضيفنا الكريم الدكتور محمد البغيري المحلل السياسي، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم.